شلون نايمين ومويه المرتاحين؟ ولا مرة عمل ها؟ ولا لعد مرة نوم. تعال 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 تكتب. الأطفال اللي صار تعنفوا بصراحة احنا يعني مباشرة تحركنا على الموضوع، صار تحرك. لما صار تحرك الناس كلها نشرت انه دي يتم متابعة الموضوع وهذه، يعني انا ناطق رسمي اسميت رعاية الطفولة اضافة لواجبي. نعم نعم. فكتبت الموضوع متابع فقط هذه الجملة. البعض استغل هذه الجملة، الاطفال راح ينقتلون بسبب عزيز ناصر، الاطفال راح يصير هيك شيء بسبب عزيز ناصر، الاطفال ما راح يلقون يعني زين انا شلون ممكن اتعامل وياكم حتى اقول لكم يابا انه احنا بدنا نبذل جهود حتى نوصل لهم، يعني شلون يعني ممكن وصلتني الفكرة فراح اتابع الموضوع. طبعا هذه ليلة كاملة حد الصباح الباكر. ايضا اكو صار تحرك من السيد معالي وزير الداخليه مشكور. نعم. تحرك على الموضوع وتفاعل يا جدا. وكلف جهه مختصه عندنا بالوزاره، يعني هذه الجهه قدرت تحدد 10 اماكن وتجولت في هذه العشر اماكن اللي ممكن يتواجد بها. وبعد ذلك وصلنا الساعه 3:30 الصبح، وصلنا الى مكان تواجد الاطفال الاثنين وابوهم الساعه 3:30 الصبح. يعني ماكو نوم ماكو نوم. المشكله شوفي اكو طفل ثالث كان موجود بالحادثة ما ظهر بالفيديو مال التعنيف. نعم. هذا الطفل كان بغير منطقة، وأيضا انتقلنا الساعة 8:15 الصبح صباحا. اكتشفتوا شو وقت اكتشفتوا انه اكو طفل اخر وهو ما بعد القاء القبض عليه؟ طبعا امه كانت جاي بالسيارة. امه نعم. امه ايضا يعني من اول لحظة صارت الحادثة وصلنا لام الاطفال وكانت جاينا بالسيارة، وكنا نتحرك يعني بمناطق معينه من بغداد، واكو تفاصيل هواي صارت قضايا امنيه ما اقدر اتحدث فيها. نعم نعم. بس بالمقابل بالعموم اقاطع الاستاذ عزيز، احنا مشكلتنا عندنا رده فعل انيه تستمر يومين ثلاثه وبعدين تنسى القضيه، ننتظر قضيه اعتداء جديد على طفل نستمر وياها ثلاثة ايام وهسه هي نسيت القضيه وبعد ما حد يجي بطاريها. هسه احنا ملتهين بالخمس اطفال اللي موجودين. هسه منو ملتهي لازم يساعدهم؟ لازم احنا نفسنا احنا اللي طلعنا بالبدايه. هي هذا شوف هذه يسموها الرعايه اللاحقه.